هذه المرة 52 اللي كانت تبرع فيها بالدم، وكانت تبرع كل 3 شهور، وكان حس براسي مزيانة الحمد لله. هذه مبادرة وتوعية وعمل خيري الحمد لله، الجزاء ديالو عند الله سبحانه وتعالى. كنطلب من الجميع وكنتمنى من الجميع يحضر باش يتبرعوا، لان الدم كيتعوض شور بلاس، وها انا يعني بتجربتي وخبرتي انا كنتبرع، ومع ذلك ما كنحس بشي حاجه والحمد لله. Je suis venue pour le don du sang, pour aider les gens. C'est la première fois que je le fais. Je me suis toujours dit que je voulais le faire, et puis là, j'ai l'opportunité de le faire, et donc je suis venue pour aider. بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 منهم كل سنة، مركز وطني لتحقن الدم بمساهمة المدير الجهوي للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والنادي الملكي للدراجات، كندموا هذه الحملة الجهوية الكبرى الثانية بعد الحملة الأولى اللي كانت في أسفي اللي جمعنا فيها 823 كيس. الحملة تستهدف جمع ما يقارب 1200 كيس ديال الدم، اللي هو رقم قياسي جديد على المستوى الوطني. إذا هي محطة أولا قبل كل شيء لتحسيس الناس وتعريف الناس بالتبرع بالدم، الأهمية ديالو والعلاقة ديالو بكثير من المرضى اللي الحياة ديالهم متوقفة على هذه المادة. وكذلك الهدف أننا نأسسوا ونكونوا واحد المخزون في ثلاثة ديال المراكز اللي غالبا كتعاني في فترة ديال الصيف، اللي هي طنجة، فاس والرباط. و1200 كنظن غادي تكفينا واحد المدة ديال شهر.